تدري ليش؟ تدري هو ليش يروح كأس عالم؟ ليش؟ وكأس عالم ما يسوي شيء؟ لأن هو مو فريق بطل. ما أنا قلت لك يا هو مو فريق جاي، حتى اللاعبين اللي موجودين مو فريق ياخذ بطولة، فريق يشارك ومستوى جيد ولاعبين جيدين كمجموعة، مو فريق بطل إنه ياخذ بطولة. دليل إنه آخر بطولة ما أخذها ب76. لا ليش؟ اللاعبين هذا الجيل، اسمعني كامل يا جماعة، هذا الجيل منتخب إيران محتاج الجمهور الإيراني، الشارع الإيراني محتاج خذ ياخذ هذه البطولة. هاي معلومة، هاي معلومة. آخر 40 سنة ولا نادي إيراني أخذ بطولة آسيا. بالعافية.